مرحبا بكم متتبعي قناة واد تي في. اليوم غادي نشوفوا وليدات فلاور هون وكيفية تكيفهم على الحوض الجديد اللي مع الأسف وجدتو قديتو بالأغراس، وكيف لاحظتو المراحل اللي دزت منها في الفيديوهات السابقة، إلا أني ما لقيتش الأسماك اللي تقدر تعيش مع النباتات اللي أنا زرعت في الحوض. والسبب من طبيعة الحال كيف راكم عارفينه هو الوباء، الله يرفعه علينا وين جينا منه. على بركة الله نديروا صغار السمك في إناء بلاستيكي باش نأقلموه مع ماء الحوض الجديد، وهذه العملية تقدر تستغرق حتى الربع ساعة، عملية اللي هي ضرورية مع أي نوع من السمك باش السمك ما تجيش صدمة تغير المناخ اللي كان عايش فيه. ولذلك غادي نزيدوا ماء الحوض للماء اللي جبنا فيه السمك بأنبوب اللي نقدروا نتحكموا فيه بالصابيب ديالو أو غوثا غوث. ما تنساوش تهوية السمك في هذه المرحلة. كنت لقيت أسماك في السوق، وبما أنني لقيت هذا النوع من السمك ولو أنني مبتدئ قررت نشريهم ونتعلم كيفاش نتعامل مع هذا النوع من السمك. في الحقيقة عمرني شفته أو سمعت به، ولكن بحثت وقريت وجمعت معلومات عليه. ما يمكنش لي نخلي الحوض بدون سمك، ولو عرفت بأنني غادي نفقد جميع الأغراس لأن هذا النوع من السمك شرس وما يصلحش يكون مع النبات بتاتا لأنه غادي يقطع كلشي. لذلك بغيتكم حتى نتوما تستافدوا من جميع مراحل نمو هذا النوع من السمك والتجربة اللي مريت منها والمشاكل اللي واجهتها خطوة بخطوة. ولذلك نطلب منكم تشتركوا في القناة وتدعمونا بجيم وبارتاج باش يستافد حتى الغير، وشكرا.